بعد دحر وإجلاء تنظيم داعش الإرهابي عنها وإثر ما خلفته عصابات الأسد من دمار للبنية التحتية والاقتصادية، وبمساندة الجيش التركي للجيش الوطني الحر، وبتأييد من الحكومة التركية ومؤسساتها المدنية لمساعدة المواطن السوري للعودة لحياته الطبيعية، تم افتتاح المجلس المحلي لمدينة الراعي ومعبر الراعي بحضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى ووالي كلس رجب صوري تورك ورئيس الائتلاف الوطني السوري ومدير عام إدارة سوريا في وزارة الخارجية ومدير عام الجمارك التركية وقادة الجيش والقوات وممثل الخارجية التركية بعنتاب وحشد غفير من المسؤولين والضيوف. وأعرب رئيس الحكومة السورية المؤقتة في كلمته عن مدى سعادته بهذا الافتتاح الذي سيقدم الخدمات للمواطنين، متوجها بالشكر للحكومة التركية على مساهمتها وحضورها ودعمها المستمر للشعب السوري. الفرات للأنباء. Thank you.